طب ايه؟ احنا جايين نتصور ولا ايه؟ ما بتتكلموش ليه؟ حاج بيتكلم ليه؟ في ايه؟ تحب نتكلم في ايه حضرتك؟ احنا مش هنتكلم، انتوا اللي تتكلموا، اتكلموا في الموضوع اللي انتوا جايين عشانه. طب جرب كده اتكلم يا مروان. انا؟ جرب قول كده اي حاجه، جرب كده. شوف يا انكل، ده كويس اتكلم؟ ده حلو قوي. امال القرد اللي جنبيه لازمته ايه؟ مش عارف ايه اللي جابه. والله حضرتك عارف ان اميره زميلتنا في الشغل، وبصراحه حضرتك زي ما ربيت، يعني حاجه تشرف. وبما اني اتاكدت انها موافقه، فانا قررت اجيب ليمون ونتقدم لحضرتك. انا الكلام كويس، بس انا برضه قلقان من السحليه الذكر اللي جنبي ده، ما بيتكلمش خالص. ويتكلم ليه؟ ويتكلم ليه يا بابا؟ ما خلاص، ما هو مروان حلو ولبق اهو. والله ده من ذوقك يا عروسه. الاحرام ده يا ربي. هي مامتك ما جاتش معاك ليه يا مروان؟ ماما؟ هو ليمون ما قاليش اجيب معايا ماما. وهو انت مستني ان ليمون يقول لك يعني؟ ويقولوا ليه ويجيب مامته ليه يا بنتي؟ احنا خلص احنا الموضوع، هتيجي مامته تعمل لنا دوشه. منور يا حبيبي. ده نورك يا عمي. عمي انا جيت عشان 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 احنا جينا ليه يا عم؟ انت هتقعد تعشعش يا عمي؟ انا قول يا ابني، انا حاسس انك انت مهم. اتفضل. احنا والله جايين نشوف طلباتكم ايه يا عمي. طلبات؟ ما عنديش طلبات. انا هطلب ايه تاني من ربنا؟ لا لا، الطلبات بعدين بعد ما نتفق. طبعا الطلبات جايه ما شاء الله كتير. وبعدين يا ابني احنا بنشتري صحفي. ومش اي صحفي يا بابا، ده اشطر صحفي عندنا في الجريده. انت بتتكلمي بجد يا اميره؟ جرى ايه يا ليمون؟ ما انت عارف ده اسعد يوم في حياتي. ميرسي قوي على شعورك الجميل ده، بس ممكن تسيب مروان يكمل؟ كمل انت، كشكلها ارتحت لك، يا بختك. كمل. هو ليمون مشطب الشقه حاجه سوبر لوكس، يعني حاجه تليق باميره كده جميله. ما شاء الله، هو بيشطب شقه كمان؟ طب ما يشطب الخيمه اللي فوق راسه دي، ولا يمكن في براغيث ساكنه. الله يخليك يا عمي. عمي انا مشطب الشقه كلها وبورسلين مش كويشاني. لا ومش بس كده، ده عامل لوحه كبيره جدا ماليه الصالون كله الاميره. لوحه بالصالون كله؟ امال الاميره هتسكن فين؟ في اللوحه؟ لا لوحه ايه بابا؟ والله يا اميره انت ما تعرفيش حاجه. الحمد لله اللي يصبر ينول. طب خلاص بقى، الحمد لله ما دام اللي يصبر ينول، يبقى اللي قاعده كده جميله وكل الامور اتحلت كلها. بصراحه قعدتكم ممله وانا اتخنقت. نقرا الفاتحه بقى. معلش انا اسفه، اصل ما عنديش حد يزغرط لي. سؤال بس، هو مين ده يا عمي؟ والله يا ابني لو حد يعرف يقول لنا. احنا يا اما ورثناه مع الشقه، يا اما السكان اللي قبلنا سابوه ومشوا، يا اما تراث من العيله. بس طيب أبو. يلا يا ليمون، خد العروسه بقى وفسحوها معاك. هو ليمون يفسحني ليه؟ هو مروان عنده شغل؟ وايه علاقة مروان بالموضوع؟ مروان جاي عشان يجامل صاحبه. صاحبه؟ ثانية واحدة، صاحبه مين؟ طب أنا هقول بقى مبروك للعروسين وأقوم أستأذن. أنا أسيبكوا بقى في المناسبة السعيدة دي. استنى هنا، أنت رايح فين؟ بطني مغص، راسي صداع، هيفرتك دماغي. ليه؟ ألو؟ إيه؟ عمته مديحة ماتت؟ لا عمته مديحة ماتت. مديحة أختي؟ مديحة مين؟ أنا ماليش إخوات.